سلام عليكم. هذا الفيديو بخصوص العفو الخاص اللي أصدره رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس الوزراء عن ابن محافظ النجف السابق لؤي الياسري. هذا العفو الكارثة بمعنى الكلمة نزلت على الشعب العراقي. هذا العفو استند به برهم صالح برهومي على المادة 73 من الدستور اللي تقول بتوصية من رئيس الوزراء يصدر رئيس الجمهورية عفو خاص ويستثنى من ذلك الحق الخاص. تعرفون شنو يعني الحق الخاص؟ يعني ابن لؤي انحكم على المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. هاي المادة اللي ما تقبل الكفالة، هاي المادة يعني المخدرات لا يجوز للمدعي العام بالتنازل عنها. يعني المدعي العام الناطق الرسمي عن الشعب العراقي، الناطق الرسمي عن المجتمع، وجريمة المخدرات من الجرائم الماسة بأمن الدولة والمجتمع. يعني إلا المجتمع كله يتنازل عن هذا الحق يلا يقدر برهم صالح يصدر عفو خاص عن ابن محافظ النجف المتهم بالمخدرات. شلون صارت هاي؟ حتى لو نقولك استثناء أكمل نصف محكوميتي أو ثلثها، لا هاي صايرة ولا هاي صايرة ولا هاي صايرة. شلون أصدرت قانون العفو عن هذا المجرم؟ هذا مجرم وفق القانون العراقي. يعني أنتوا ضربتوا القانون العراقي والقضاء العراقي عرض الحائط. ما احترمت الشعب، احترمت كراسيكم واحترمتوا الكلام اللي منطيه الأسيادكم اللي خلوكم بالمناصب. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، ويجب على الشعب العراقي لا يسكت عن هذه الجريمة. هذه جريمة ماسة بأمن الدولة وبأمن المجتمع، وأخطر من الإرهاب وأخطر من كل شيء المخدرات، وخصوصا في هذا الوقت مع العلم تم العثور على 6 كيلو مع نجل محافظ النجف الذي أدين وتمت التهمة عليه من قبل القضاء العراقي مشكورا وحكم بالمؤبد. واليوم نشوف برهم صالح يطلعه. مع الأسف اللي دمرت انت، نقول حامي الدستور، انت دمرت الدستور ودمرت اليمين مالتك. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا الكرام، نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، قبل الدخول إلى تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم، نود التنويه إلى أن قناة الرافدين الفضائية انتقلت للعمل بنظام بث HD اعتبارا من تاريخ 1/2/2022. ولمن يواجه مشكلة في مشاهدة القناة بشاشة كاملة، يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال على التردد الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة 1/0/7/2/7 أفقي على القمر نايلسات، وسيجد إن شاء الله القناة بنظام البث الجديد. وننوه أيضا أن نظام البث القديم الSD سيتوقف العمل به في تاريخ 28 من شباط فبراير هذا الشهر، لذا اقتضى التنويه. مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم في بداية الحلقة المقطع الذي كان يبث قبل قليل، والحديث عن العفو الخاص الذي أصدرته رئاسة الجمهورية عن طريق برهم صالح بتوصية من رئاسة الوزراء عن طريق مصطفى الكاظمي بالإفراج عن تاجر مخدرات مدان ومحكوم، وهو نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري. هذا الشخص مدان بجريمة الاتجار بالمخدرات، وهناك إثباتات وهناك حكم وهناك سنين يجب أن يقضيها خلف القضبان ويجب أن يعاقب، لكن الحكومة رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس الوزراء يعفو بعفو استثنائي خاص عن تاجر مخدرات. تاجر مخدرات قتل الشباب العراقي بالمخدرات التي يبيعها
والتي يصنعها ربما في العراق. تاجر مخدرات نجل محافظ استغل السلطة في سبيل الخروج عن القانون. كل هذه الأمور لم تقف في وجه رئاسة الجمهورية وفي وجه الحكومة عندما أصدرت هذا العفو الخاص عن تاجر مخدرات. وحديث وزارة الداخلية قبل فترة ليست ببعيدة أكد أن 50% من شباب العراق مدمنون على المخدرات. بسبب هذا الشخص الذي تم الإفراج عنه بعفو خاص وبسبب كثير من هؤلاء التجار المخدرات في العراق المحميون من الميليشيات ومن الأحزاب ومن الدولة ارتفعت هذه النسب لتسبب خطرا حقيقيا على حياة أجيال العراق الحالية والمستقبلية، لأنها تستهدف فئة الشباب بشكل أخص وبعد ذلك باقي فئات المجتمع العراقي. تاجر مخدرات وليس بكميات قليلة، ضبط معه كميات كبيرة جدا. الآن دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام النص المرسوم الجمهوري العفو الخاص الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بتوقيع برهم صالح أمام حضراتكم مكتب فخامة رئيس الجمهورية. عفو خاص، حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على شمول المدانين كل من جواد لؤي جواد نجل المحافظ ومحمد علي فاضل محمد ومحمد مصطفى أو المصطفى جابر هاشم بالعفو الخاص، ونرفق وترافق ربطا صورة قرارات الحكم والإدانة والتمييز الصادرة عن الدعوة الجزائية المرقمة كذا عن محكمة جنايات الكرخ الخاصة بالمدانين آنفا. نرجو أن تتفضلوا بالاطلاع وأخذ ما يلزم بشأن إصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص عن المدانين آنفا ما لم يكونوا محكومين على قضايا أخرى. صورة أخرى موجودة لو سمحتم، إذا موجودة تعرضوها. هذه صورة أخرى، المرسوم الجمهوري قبل قليل كانت التوصية، هذا المرسوم مشاهدينا الكرام طبعا فيه كوارث قانونية سنتحدث بالتفاصيل عنها بعد قليل. يقول استنادا إلى أحكام البند الأول من المادة 73، وركزوا في هذا الموضوع، 73 من الدستور والفقرة 1 من المادة 154 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 69، وبناء على توصية رئيس مجلس الوزراء يعفى المحكوم جواد لؤي جواد عما تبقى من مدة محكوميته في الحكم الصادر عن محكمة جنايات الكرخ في الدعوة المرقمة كذا. ثانيا على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم. ثالثا ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وكتب في بغداد في 7 من شهر جماد الآخرة لسنة 43 هجرية الموافق 10 من شهر كانون الثاني سنة 22 ميلادية. توقيع برهم صالح. مشاهدينا الكرام، الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، انتهت المدة القانونية بعد الانتخابات فهي حكومة تصريف أعمال. حكومة تصريف أعمال لها مهام معينة وليست من صلاحياتها لا مجلس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية أن تصدر العفو الخاص خاصة في جرائم دولية، سنتحدث بتفاصيل. حكومة تصريف الأعمال لمن لا يعلم هي حكومة تسيير الأعمال، حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية لأغراض تصريف الأمور في بعض الأوقات، قد تكون مرحلة انتقالية أو انتخابات أو ظروف طارئة حالة عن عدم تأسيس حكومة جديدة أو تأخرها، ولا يحق لهذه الحكومة البت بالأمور المهمة والمصيرية. تمام؟ النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 المادة 42 فقرة 2، نعيد، النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 المادة 42 الفقرة ثانيا تنص على يقصد بتصريف الأمور اليومية للدولة اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، ولا يدخل من ضمنها مثلا اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر. لا يوجد في هذا النص في هذه المادة ما ينص
على توصيات إلى رئاسة الجمهورية بالعفو الخاص، وبالتالي بأي حق وبأي سند قانوني اعتمدت رئاسة الوزراء على هذه التوصية؟ إذن مشاهدينا الكرام، كيف تابعتم السؤال الذي يرتبط بمشاركات حضراتكم، كيف تابعتم العفو الخاص الذي صدر من رئاسة الجمهورية على تاجر المخدرات؟ ولماذا لا تصدر هذه الحكومة بتوصية من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بالعفو العام عن الأبرياء القابعين في السجون الحكومية بلا ذنب وبلا قضية؟ معنا اتصال. السيد أبو أحمد من الرمادي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي العزيز. حياك الله أبو أحمد، أهلا وسهلا، تفضل. موضوع العفو الخاص اللي صدر من رئيس الجمهورية، رئيس بما يسمى رئيس جمهورية العراق. نعم. هذا الموضوع هو صفقة سياسية، واللي أنا فهمته أو وصلت إلى معلومة بأنه توجد صفقة بين مقتدى الصدر ومحافظ النجف، وهي الصفقة يعني حسب المعلومة قلت لك. نعم. أنا متأكد منها، بأنه إقالة محافظ النجف أو قبوله بالتنازل أو استقالة. نعم، بالاستقالة من محافظة النجف مقابل الإفراج عن ابنه، وابنه هو تاجر مخدرات مثل ما تفضلت حضرتك قبل. نعم. شوية تحدث بالتقرير المفصل. نعم. أخي العزيز، بالنسبة لابنه، ابن محافظ النجف، هو أول ما اعتقل جت قوة أفرجت عنه بأول لحظات اللي اعتقل بها. نعم. بعدين نقل إلى بغداد بقوة خاصة جت أخذتها، رد اعتقل مرة ثانية ورادي يهربونه خارج العراق. نعم. صارت محاولة ثالثة لتهريبه خارج العراق لإيران. نعم. وراد يطلقون صراحة، فتوقف الأمر هنا. لكن صدر عليه يمكن أمر العفو حكم مؤبد أو إعدام، اللي فهمته وهو تاجر من يعني من التجار الكبار. نعم. حاضرة النجف. اللي معلومة أخرى بأنه هو أحد الذين يعني قاموا الشرطة أو القوات الأمنية اللي موجودة بالجنوب وقتل. نعم. ضابط حسب المعلومات قلت لك، حسب اللي افتهمته أو وصلت بذيك الفترة. لكن طيب، احنا موضوعنا مو هنا، موضوع شلون رئيس الجمهورية، أنت رئيس جمهورية أو نقول حامل دستور على قوة جماعة، بأنه تنطي عفو خاص لشخص تاجر مخدرات مثل ما تفضلت حضرتك، وهو اللي سبب مثله وأمثاله بأذية شبابنا. نعم. أو كثرة المخدرات داخل العراق. زين. نعم. ليش بنفس اللحظة بأنه القوى السياسية السنية اللي موجودة اللي تمثل السنة، يعني. نعم. تمثل السنة، وهم ما أعتقد يمثلون السنة حسب اللي موجود. ليش ما طالبوا مقابل هذا الشيء وفورا لازم مثل ما هو موجود هسه برهم صالح، واعطى العفو الخاص وبكل جرأة وبكل صرافة وبدون تردد، ولا حد ردع مقابلها؟ اطلب، وهي فرصة طبعا، هذه الفرصة لازم يكتسبوها، ولازم الشعب او الجماهير او الشارع وبالذات الاهل المغيبين اللي موجودين عندنا بالانبار، ايش قد ناس اعتقلت بسبب المخدرات؟ 500 حبة. أبو أحمد، أنت قلت في بداية حديثك أنه الموضوع صفقة سياسية، استقالة. نعم. استقالة محافظ النجف لؤي الياسري مرتبطة بالإفراج عن ابنه تاجر المخدرات، هاي. نعم. هاي صفقة سياسية، شنو مصلحة السياسيين المحسوبين على المحافظات السنية أو المحافظات المنكوبة أنه يطالبون بالإفراج عن الأبرياء إذا ما كان أكو مقابل، إذا ما كان أكو ثمن؟ يعني لؤي الياسري رضى بالاستقالة بحسب ما هو متداول من مصادر كثيرة، رضى بالاستقالة في سبيل أنه ابنه يطلع، وأحزاب رادت تخلص من لؤي الياسري حتى تسيطر على منصب المحافظ بشخص جديد، محافظة النجف. أكو منافع متبادلة، لكن شنو مصلحة ذول السياسيين اللي ما قدموا شيء لمحافظاتهم المنكوبة إلى الآن أنه يطالبون بالإفراج عن الأبرياء؟ أخي العزيز، هي موضوع مثل ما تفضل حضرتك، صحيح أنه صفقة سياسية بين مقتدى الصدر وبين محافظ النجف وعلى برهم صالح، بأنه بقاء برهم صالح وبين إقالة محافظ النجف. نعم. طبعا أنا إذا أحكي لك، يعني إذا أحكي لك
هي اصلا يعني هيك صفقه لا يقبل بها، مفروض يعني ما مفروض تصير. يعني انا ما لي علاقه، اني ليش يسوون مثلا صفقه اني سياسي سني مثل السنه تمام. انا ما اقبل يعني هذا الامر، ما اقبل ليش يسوون هي صفقه بدون علمي اني ليش، يعني شنو مصلحتكم؟ زين اني ما اني مو وياكم يعني نفس العمليه السياسيه، اني مو تحالف ثلاثي وياكم، شنو اللي سويتوه مقابل هذا؟ اني كذلك هم اتوقف عن هذا الامر، هم اتوقف عن تحالفه معاكم او اصير معارض، يعني بكل الامور اهني طيب. وياي الامر اقدر افرض عليهم وفرض يعني انت عوفني من السياسيين السن، عوفني من الامر اللي موجود هسه حاليا اللي متداول. زين انت يا شعب يا اهل المعتقلين اهل المغيبين طيب. ايش بيكم؟ شنو جمتكم؟ تحركوا، هاي فرصه يا اخي العزيز، احنا حاليا نعم. بحاجه أي. الى عفو عام، عفو عام مو عفو عام يستثنون بفقرات، لا عفو عام عن الكل، يعني انصاف لازم مقابل هذا الشيء اللي صار. ماكو ناس تتميز عن الناس، هذا تاجر مخدر، هذا قاتل، هذا مجرم هذا مجرم اخي العزيز. شكرا هذا ابو احمد. نعم وصلت الفكره سيد ابو احمد، وحضرتك تعلم اكيد والجميع يعلمون ان قضيه المطالبات من ذوي المعتقلين بذويهم بالافراج عن الابرياء، بالعفو عن الابرياء، المطالبات والأصوات لم تهدأ منذ بداية الاحتلال إلى اليوم، منذ أول معتقل بريء دخل إلى السجون الحكومية وذووه يطالبون بصوت مستمر بالإفراج عن الأبرياء، بإصدار العفو العام، بالحكم بعدالة عن هؤلاء أو على هؤلاء. لكن الحكومات لم تسمع ولا تسمع، لأن ليس من مصلحتها ولا يخدمها موضوع الإفراج عن هؤلاء الأبرياء، بل بالعكس تستخدمهم لقضايا كثيرة، تستخدمهم وقت الأزمات، تستخدم هؤلاء كأكباش فداء لجرائمها وانتهاكاتها وأخطائها، وتصدر هؤلاء الأبرياء إلى المشهد على أنهم الإرهابيون المفجرون الذين قاموا بقتل مدنيين أو قاموا بحرق مؤسسات دولة أو قاموا بفعل كذا وكذا. من يقبعون في السجون أداة من أدوات السلطة تستخدمهم عندما تحتاج في سبيل التخلص من الضغوطات المفروضة عليها، إن كانت من الداخل العراقي، إن كانت من المجتمع الدولي، من المنظمات الدولية وغيرها، تستخدم الأبرياء أكباش فداء. لكن تاجر مخدرات ليس من مصلحتها أن يبقى في داخل السجون. ذكرنا قبل قليل مشاهدينا الكرام، بس حنتكلم عن هذا الموضوع، أريدكم تشاهدون هذه اللقطات لنجل محافظ النجف لؤي الياسري وكميات المخدرات المضبوطة معه وشركائه كذلك. خلينا نشوف هاي اللقطات. هذا هو الشخص المدان الذي تم الإفراج عنه بعفو خاص، 200 غرام مخدرات، انظروا إلى أكياس المخدرات المحمولة والمضبوطة، انظروا إلى الحبوب المضبوطة مع هذا التاجر، انظروا إلى السلاح، انظروا إلى الهويات المزورة. هؤلاء رفقائه طبعا هم مشمولون أيضا بالعفو الخاص. انظروا مشاهدينا الكرام إلى هذه الوجوه التي تسببت بقتل العراقيين، قتل شباب العراق، يتم الإفراج عنهم بكل بساطة. برهم صالح استند إلى المادة 73 من الدستور التي تعطيه الحق بإصدار العفو الخاص عن من يشاء. لكن مشاهدينا الكرام بس للتوضيح، المادة 73 من الدستور الحالي في العراق فيها النص الآتي: يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب جرائم دولية، ركزوا وياي بهاي النقطة، والإرهاب والفساد المالي والإداري. نرجع للجرائم الدولية. مشاهدينا الكرام، الأمم المتحدة أبرمت 3 اتفاقيات في عام 61، معاهدات دولية في عام 1961 الأولى، وفي عام 1971 الثانية، وفي عام 1988 الثالثة، متعلقة بالمخدرات. في عام 1988 نص الاتفاقية هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنص الاتفاقية السارية إلى الآن على تدابير ضد الاتجار بالمخدرات بما في ذلك أحكام مكافحة غسل الأموال وتحويل السلائف الكيميائية والتعاون الدولي من خلال عمليات التسليم الخاضعة للرقابة وعمليات النقل الملاحقة قضائيا. المخدرات بتصنيف الأمم المتحدة جريمة دولية،
ليست جريمة محلية، ليست قضية جنائية. المخدرات جريمة عابرة للحدود، جريمة دولية بتصنيف الأمم المتحدة. إذن هذه الجريمة الدولية المصنفة دوليا أنها جريمة دولية تبطل عمل المادة 73 التي استغلها برهم صالح أو استند عليها في تطبيق العفو الخاص. العفو الخاص في هذه المادة الدستورية ينص على أنه لا يسمح لرئيس الجمهورية إصدار العفو الخاص على القضايا الدولية أو الجرائم الدولية. المخدرات جريمة دولية بتصنيف الأمم المتحدة، إذن هذا النص يبطل المادة التي استند عليها برهم صالح في إصدار العفو الخاص. وبالتالي على أي سند قانوني اعتمد برهم صالح؟ وهل حامي الدستور يعتد بعد ذلك بقراراته وهو يخالف مواد الدستور وهو يعتدي على الدستور؟ أبو عراق من الفلوجة تفضل. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد إذا سمحت لي فضل. هاي أولا إهانة إلى الشعب العراقي. نعم. إهانة مع احترامي إلى القضاء العراقي. إهانة إلى الأمن العراقي، إلى القوات الأمنية اللي ألقت القبض. أستاذ محمد بالنسبة هاي الجرائم لا تحبالونا رجال عاديين هم يشتغلون بتجارة المخدرات. هم كلهم أولادهم. أولادهم هم اللي تاجرون. ولا ما مسألة واحد عادي يروح يتاجر بهاي السموم؟ لا تصدقوها ابدا. فيا برهم صالح انت لو تيجي تحترم كان احترمت سياده العراق. نعم. كان احترمت القضاء العراقي. عيب عليك التصرف هذا، لان انت مو كان ما انطيت عفو لهذا المجرم القاتل اللي فسد شباب. نعم. ما انطيت على ناس ابرياء حتى الشعب العراقي يتذكرك يا برهم صالح. نعم. وين عندهم الأبرياء؟ وينهم ما صدرت عفو عليهم؟ يعني ما استحيت على شيباتك، ما استحيت على نفسك، ما خجلت؟ إيش راح تقول الشعب العراقي؟ إيش تقولهم؟ بس أستاذ محمد هاي الصفقة سياسية بيناتهم، غطيني وغطي لك. هاي بيناتهم عيارة عمي أستاذ محمد. هذول مفسدين. هو البلد هذا من فسده؟ هم فسدوا. هذول اللي جوا على ظهر الدبابة برهم. نعم. صالح وغيره. فأنت يا رئيس الوزراء ما تصرح شيء تصريح من يمك، ما تعطي يتصرف هسه برهم صالح يطلع على واحد مجرم. للعلم سيد أبو عراق، لحضرتك وللجميع، الموضوع حتى لا يختصر ببرهم صالح، الموضوع توصية من رئاسة الوزراء ذهبت إلى رئيس الجمهورية، صادق عليها ووافق رئيس الجمهورية. يعني كل الحكومة شريكة بالإفراج عن تاجر مخدرات. الموضوع انتهى، نعم انتهى بتوقيع برهم صالح، لكن بدأ من مصطفى الكاظمي، بدأ من هذه الحكومة التوافقية، الحكومة التي شكلتها الأحزاب. موضوع الإفراج عن تاجر مخدرات لا يقتصر فقط على شخص، يقتصر على دولة كاملة، على حكومة تمثل المنطقة الخضراء. يعني الموضوع الكل شركاء. برأيك إذا هؤلاء يفرجون عن تاجر مخدرات، كيف يمكن أن يستقيم الوضع بالعراق إذا كانت الحكومة تدافع عن تجار المخدرات؟ أستاذ محمد الله يخليك، هذول تأملون من عندهم تجرون بلد ذولة الفاسدين. نعم. ذولا أستاذ محمد، ذولا ظلمة، ذولا عمي. شكل عقلكم يا شعب العراقي، اصحى شوف، هاي واحدة من جرائم الحكومات، هاي من جرائمهم. هاي انتم مو كان مطلع حاله، مطلع ناس الابرياء. ما نقول لك عمي اللي تخطخت ايده بالدم، معكم ناس الابرياء جوا. نعم. ما تطلعوهم انت يا مصطفى الكاظم يا حكومة. وانت يا الجهات الامنية يلا ما تتحركون، تلقون القبض ويجون مصطفى الكاظم وبرهم صالح. عمي عيب. هذول ما يديرون يا أستاذ محمد، هذول هم هلكوا الشعب العراقي، هم دمروا سيادة العراق. هذول الله جابهم نخمة علينا مو نعمة. اللهم إن شاء الله بكي الله يخلصنا من العدو. شكرا سيد أبو عراق من الفلوجة. ويانا أبو فاطمة من النجف، تفضل يا أبو فاطمة حياك الله. الله حياك.
احييك استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. اخي هذا الموضوع يعني عار على الموجودين في المنطقه الخضراء. نعم. عار على رئيس ما يسمى رئيس الجمهوريه، يعني المحللين الان يكتبون ان هذا يمثل حنثا باليمين الدستوري. قال يتوجب عزل رئيس الجمهوريه ومساءله رئيس الوزراء. نعم. يعني حاورت قبل قليل انه الحكومه مشاركه في 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 يعني في دعم تجار المخدرات او مخدرات او الان مجرمين. نعم. والقانون لا ادري هل القانون العراقي يعني في اظن انه هنالك نص انه يعدم اللي يتعامل بالمخدرات بهذه الطريقه. يعني من قبل 2003 القانون كان واضح باللي يعني نص بالاعدام. نعم. القضية الغريبة الثانية يعني اللي معروفة الآن في النجف أنه محافظ النجف اللي تم قبول استقالته قبل ستة أيام من صدور هذا القرار. نعم. أنه تم تعيين يعني في صفقة مع مقتدى الصدر في تعيين محافظ جديد مقرب إلى التيار الصدري، فالكل مشارك الأحزاب والحكومة يعني فقرت عينهم. سيدة أبو فاطمة، بس أكو نقطة ذكرنا أنه برهم صالح استند على المادة 73 من الدستور اللي تنطيه الصلاحية بإصدار قرار العفو الخاص، لكن هناك استثناء من هذا من هذه النقطة، أنه هذه المادة تقول بأنه يحق له يصدر عفو خاص إلا بالقضايا المرتبطة بالمحكومين بارتكاب جرائم دولية وإرهاب وفساد مالي وإداري. المخدرات جريمة دولية بتصنيف الأمم المتحدة، يعني تبطل عمل المادة 73، وبالتالي ما من حق رئيس الجمهورية أن يصدر عفو خاص على هذا الشخص لأنه تاجر مخدرات. ذول القانونيين اللي قاعدين حوالين رئيس الجمهورية ما فهموا، ولا اللي قاعدين أيضا هم يلعبون بالقانون بكيفهم بالعراق؟ اخي مو بكيفهم اخي محمد، مو كيف القرار. انا باعتقادي جاي من ايران ايضا، لان برهم صالح محسوب على ايران، ثم برهم صالح هو الان رئيس حكومه تصريف اعمال، ما يحق له ان يصدر مثل هيش قرارات. على اي اساس اخي هؤلاء يلعبون في 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 العراق بكيفهم؟ لان عندهم حصانه ولا احد يعني لا يشعرون بالمسؤوليه ولا يفكرون انه سيكونون تحت المساءله. هذه أخي هذا يعني عار وخزي على هؤلاء. يعني كيف يطلق سراح مجرمين والأبرياء اللي موجودين الآن في سجن الناصرية وغيرها، مع صار لهم كم سنة هناك قابعين في السجون. نعم. أهليتهم لا يعرفون مصيرهم، ناس تموت في السجون يعني عمدا، وهذا أكيد هذا كان يعني في فندق خمس نجوم ماني متأكد. أخي هذه المهزلة هذه لن تدوم، وإحنا نريد يعني أين القضاء؟ فين هذا القضاء؟ أين المحاسبة؟ أين البرلمان؟ يلا خلي يخرج واحد يستقيل. عار عليهم، عار والله، عار على كل موجود اللي موجودين، أي شخص، سنة شيعة كراد كذا، أي مهزلة هذه؟ أي مهزلة هذه صايرة؟ ما صايرة في التاريخ. طيب. المجرمين مخدرات يعني يصدر في حقهم عفو؟ هذا كفر في السياسة وكفر في إدارة الدول. بس عندي سؤال أخير، هل يعقل أن اللي قاوموا المحتل الأمريكي ورفعوا سلاحهم في سبيل تحرير العراق في بداية، طبعا المقاومة العراقية نتكلم، مو ذول الموجودين الميليشيات، نتكلم عن المقاومة العراقية التي وقفت في وجه الأمريكان وفي وجه إيران وأدوات إيران، هل يعقل أن هؤلاء يقبعون في السجون الحكومية بتهم الإرهاب لأنهم حاولوا الدفاع عن العراق وأبناء العراق، وتجار المخدرات يعفى عنهم؟ ليش تنقلب موازين العدالة بالعراق بهذه الطريقة؟ ليش انقلبت؟ أخي محمد انقلبت الموازين لأن لا يوجد شريف، في أقول بصراحة لا يوجد شريف في المنطقة الخضراء، لا يوجد شخص عنده غيرة على العراق، لا يوجد شخص يعني سياسي، هؤلاء ليس سياسيين، هؤلاء أتت بهم أمريكا وإيران من كانوا يعني معروفين أخي، معروف عن الآن أمام الرأي العام، لا نستطيع أن نتكلم بكلام يعني يخدش الشعور والحياة، هؤلاء معروفين، لا أخلاق لا دين لا تربية لا أي شيء، فهو ولاه للدينار والدولار وهو مرتزقة. اللي موجودين أنا أقول لك بصراحة بالمنطقة الخضراء عبارة عن مرتزقة ومجرمين.
فما يهمهم أخي، ما يهمهم، لا بالعكس، لابد أن يتم قتل وإهانة المقاومين وإهانة الشرفاء في العراق. هذه هي يعني الصورة التي لابد أن تطبقها في العراق من قبل أمريكا وإيران، إذلال الشعب العراقي وتجويعه وجعله بلد يعني قال وزير خارجية الولايات المتحدة سيرجع العراق إلى القرن القرون الوسطى، هكذا أخي، انتقام وحقد. شكرا أبو فاطمة من النجف، أشكرك. مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث بقضية أخرى مرتبطة بالموضوع وكارثة أخرى من كوارث حكومات الاحتلال والفوضى التي تعم النظام الحاكم في العراق والذي ينعكس على الدولة العراقية. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. الرافدين HD. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم عن العفو الخاص الذي أصدره برهم صالح رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإفراج عن نجلي محافظ النجف السابق لؤي الياسري تاجر المخدرات المدان بقضية تجارة المخدرات. علي من بغداد ويانا، تفضل يا علي. السيد علي من بغداد موجود؟ ما موجود. طيب مشاهدينا الكرام، بعد أن صدر هذا المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص عن تاجر مخدرات نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري، انحرجت رئاسة الجمهورية وانفضحت في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج العراق، في القنوات العربية، في القنوات المحلية. فضيحة، فضيحة أن رئيس الجمهورية وحكومة في العراق تفرج عن تاجر مخدرات والأبرياء بالسجون بلا محاكمات. فانحرجت، فصار خرجت رئاسة الجمهورية بمصيبة توضيح اسمه، تقول إن المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم كذا في 5/1/2022، حيث تصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا إلى أحكام المادة 73 أولا من الدستور. وقلنا لكم قبل شوية أنه هذه المادة بطلت بسبب أنه المخدرات قضية دولية. طيب هنا نجي، أضافت الرئاسة العراقية في بيانها أن رئيس الجمهورية برهم صالح وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوليات إصدار المرسوم ومعالجة أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت. لعد منه الوقع على المرسوم؟ لعد منه أصدر المرسوم؟ إذا كان رئيس الجمهورية يريد تحقيق بالتوقيع اللي وقعه، مشاهدينا الكرام أنتم متخيلين الفوضى؟ متخيلين المصيبة اللي يعيشها العراق بسبب هؤلاء؟ أن رئيس الجمهورية وقع على مرسوم جمهوري يفرج ويعفو عن تاجر مخدرات، وبعدين لما انفضح
يريد يسوي تحقيق بتوقيعه، تحقيق بالتوقيع مالته، تحقيق بالمرسوم الجمهوري اللي هو أصدره. في أي بلد في العالم يحقق رئيس الجمهورية بالمرسوم اللي أصدره هو، وكأنه مو هو اللي أصدره، لعد منه؟ طيب من الذي أصدر هذا المرسوم؟ من الذي وقع؟ أليس هذا توقيع رئيس الجمهورية؟ أليست المراسيم التي تخرج من رئاسة الجمهورية تمر على برهم صالح؟ ما وظيفته أصلاً غير أنه يوقع على أحكام الإعدام لعلى الأبرياء وعلى مراسيم خاصة بالعفو الخاص عن المجرمين؟ مش عنده برهم صالح؟ مش دي يسوي بالعراق غير هاتين القضيتين؟ طيب معنا اتصال السيد محمد من الأنبار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نص صوت التلفزيون يا محمد لو سمحت، واسمعني من الهاتف فقط. محمد، سيد محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذنا؟ حياك الله، اهلا وسهلا. استاذنا العزيز، احنا بس اكو موضوع يعني حب نعلق عليه. تفضل. موضوع السجناء. نعم. والله دحق، يعني واحد يحشيها ضميره. نعم. يحشيها العالم كله يجي. اقدر اقول لك هاي السجناء يعني اكثر من نصين. نعم. كلها ابرياء. طيب. محمد، شنو رايك باللي صار من رئيس الجمهورية، من الحكومة بشكل عام، بإصدار العفو الخاص عن تاجر مخدرات؟ الشباب الأبرياء اللي بعدهم بالسجون وما يعرفون ليش، اللي صار لهم سنين، اللي أهلهم ما يقدرون يشوفوهم، اللي يتعذبون ويتم تجويعهم ومعاناة من المرض، ليش ما يفرج عنهم رئيس الجمهورية؟ ليش رئيس الجمهورية والحكومة يفرجون عن المجرمين بس؟ يا اخي مو هاي، شوف يا استاذ العزيز، خلينا اعطيك اياها معلومه. اكو يعني شيء مبين بالمعقول وشيء مو مبين بالمعقول. يا اخي العزيز، شوف والله دحك هسه حكومه نهايه بدون مجامله. نعم. وبدون خوف وبدون كل شيء. اكو الله سبحانه وتعالى يقول لك حرامي لا تصير من السلطان لا تخاف. نعم. يعني انت تدري هاي هاي الجامعة الداخلية، لا تقول لي حكومتنا مو مشتركة بيها. يا أخي العزيز، والله 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 هاي حكومتنا مشتركة بيها ووراها عصابات. بس شنو، ما حد يذكر، ما حد يذكر يحكي الحق وتطلع ماكو ناس تحكي مالت رب العالمين. هذا الجبن اللي يوفر لنا هاي الدرجة. احنا ما نقول لك احنا من ديج الصرحة وما نخاف، لا، ماكو شيء، ماكو انسان ما يخاف. بس يا أخي اكو مالت رب العالمين، يعني نعم. انت حاجد آلاف السجناء، والله العظيم كل عبري. نعم. كلهم عبرية، انا اقول لك اياها، ويعني على لسان ناطق يعني كلام اللي في الدنيا. نعم. تدري هاي الناس اللي السجناء، اقدر اقول اياها ابيتها، ناس مظلومه وناس جايه لتجاره الاموال. نعم. تنطيني اطلعك، ما تنطيني انا يم عليك. يعني نعم. ابسط دليل، ابسط دليل على هذا المقدم اللي هسه حاليا بالسجن، يعني اللي لزم مجموعه مال تجار مخدرات، هذا بمكان ما الدوله تكرمه، مكان ما الدوله توقف وياه، مكان ما الدوله تعينه وتعين ما هذول الابطال اللي واقفين بالشوارع، ها قاعد يحرسون من الارهاب وقاعد يحرسون من المخدرات وقاعد يحامون شعب كامل. اجيبه هذا اشمره بالسجن، زين شلون الباقي اللي عاد ما يقدرون؟ انت تقصد الضابط اللي بالبصره علي المالكي؟ نعم، مو علي المالكي. نعم يا اخي، هذا الجديد هسه عرفت شلون. نعم. المقدم ما... نعم علي، ما نعم مضبوط، المقدم علي. نعم. هو مو بالسجن، هو مو بالسجن، لكن كان في وقتها تم ايقافه وتم تعنيفه وتم معاقبته لانه لزم معمم حاطط المخدرات بالعمامه وايراني. لا مو هذا استاذنا العزيز، مو هذا، هذاك نعرفها اللي لازم اللي لزم المخدرات بالعمامه، نعرفها. نعم. آية بالله عليك، يعني عمامة رسول الله
توصل بها لهاي الدرجة تحط بها المخدرات تجي يسوون بي يلعبون بي طوبة. لا هسه القصد القصد يا القصد يا محمد من الأنبار أنه ذيك الحادثة اللي هي قضية علي المالكي اللي كان في البصرة اللي وزير الداخلية راح اعتذر من المعمم الإيراني من تاجر المخدرات واليوم الحكومة تعفي وتفرج عن تاجر مخدرات الحالتين 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 نفس الحالتين نفس القضية حكومة تدعم تجار وتجارة المخدرات لعد من يطبق القانون شلون لعد باقي شلون باقي لعد شلون باقي التجار ما 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 يعني تفترك على آخر إذا تاجر المخدرات يطلع ها بعفو بعفو خاص يطلعوه لعد شلون الباقيين يقول لك أنا همات مو بس أصير تاجر أجيب معمل وأنا صبا وأقوم أنتج نعم شلون لعد ما ذولا يتفرسون بعد بالزايد اذا يشوفون ذولا قاعد يطلعون قدامهم نعم. واعترافات وتصوير قدام القنوات الفضائيات نعم. لعد شلون الباقيين ما تجي تفتح معامل وتضم تبيع مخدرات شلون طيب اشكرك يا محمد من الانبار ويانا كاظم من ميسان تفضل يا كاظم السيد كاظم من ميسان تفضل حياك الله كاظم من ميسان موجود ماذا يسمع طيب مشاهدينا الكرام البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية كما قلنا بأنه يطلب برهم صالح بإجراء تحقيق بشأن المرسوم الذي هو قام بتوقيعه وقام بإصداره يكمل مكتب رئاسة الجمهورية في بيانه بالقول أن رئيس الجمهورية لن ولم يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها فهي جريمة تمس أمن المجتمع واستقراره وسلامته يعني برهم صالح من إجا وقع على المرسوم الخاص بالإفراج عن نجل محافظ النجف وشركائه تجار المخدرات وهو أيضا تاجر مخدرات ما سأل هذا منه؟ إذا هو لم ولن يتهاون في قضية تجارة المخدرات مسأل هذا اللي أنا دا أفرج عنه بعفو خاص من هو شنو قضيته شنو محكوميته إذا رئيس الجمهورية يقف أمام التحديات طيب لعد وهاي شنو اللي أفرجت عنه تاجر مخدرات ومضبوط بكميات كبيرة جدا ومحكوم ويقضي فترة محكوميته لما جيت وأفرجت عنه ما سألت هذا منه اللي أنا دا أفرج عنه ما طلب التحقيق بشأن الشخص اللي ستقوم بالإفراج عنه بعفو خاص بتوصية من رئاسة الوزراء ما أثار عندك الفضول أنه تعرف منه هذا تاجر مخدرات إذا أنت شلون لعد لم ولن تتهاون في الوقوف أمام تجارة المخدرات إذا المشاهدين الكرام العدالة في العراق مقلوبة كما تلاحظون و منظمة إنهاء الإفلات من العقاب طبعا قالت إن تبرئة نجل محافظ النجف السابق المحكوم بالاتجار بالمخدرات بعفو رئاسي خاص يكرس أوضح صور الإفلات من العقاب للمتنفذين وذويهم في العراق أضافت المنظمة في بيان لها أن مرسوم العفو يتعلق بجرائم المخدرات التي راح ضحيتها عدد من منتسبي قوى الأمن الداخلي والقضاء وأخيرها اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي مبينة أن هذا العفو الخاص يعد مؤشرا على تفنيد جهود السلطات الحكومية لردع جرائم المخدرات الخطرة ويبعث برسالة لعصابات الاتجار بالمخدرات مفادها أن إمكانية الإفلات من العقاب عن جريمة قد تصل عقوبتها للإعدام موجودة هذا هو النص عندنا بعض الرسائل نقراها لحضراتكم في رسالة من أحد المشاركين يقول ابن العراق من صلاح الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خونا يا مجرمين كفاكم نهبا وسلبا وتخريبا لثروات بلدنا كفاكم سفكا للدماء ودماء المتظاهرين لن تذهب سدى لقد جنيتم على أنفسكم سينتفض الشعب الأبي عليكم ويقذف بكم في مزبلة التاريخ والله ناصرنا رسالة من أحد المشاركين يقول أخي العزيز المخدرات تديرها الميليشيات والقضاء يعرف كل الرؤوس الكبار ويهادن الأحزاب لأن القضاء مسيس هذا الكلام من الأخ المشارك أكده هادي العامري زعيم تحالف الفتح ورئيس ميليشيا وزعيم ميليشيا بدر
الذي قال بالنص إننا نضغط على القضاء والقضاء مسيس يأتمر بأوامرنا نحن الأحزاب، وقالها بالنص ابن أم الميت هدد من القضاة، وبالتالي هو أكبر دليل على أن المنظومة الحاكمة في العراق برئاسة جمهوريتها التي تفرج عن تجار المخدرات، برئاسة الوزراء التي توصي إلى رئاسة الجمهورية للإفراج عن تجار المخدرات والمجرمين، بالمؤسسة القضائية الفاسدة دوليا مشار لها بالفساد ومصنفة بالفساد من قبل الأمم المتحدة أولا وباقي المنظمات الدولية التي وصفت القضاء العراقي بالفاسد والفاشل، ثم البرلمان الذي لم يشرع القوانين التي تخدم المجتمع العراقي وتحافظ على أمنه واستقراره. هذه المنظومة الفاشلة الفاسدة هي التي أوصلت العراق إلى أن يفرج رئيس الجمهورية عن تاجر مخدرات ولا يفرج عن بريء لا يعرف ما هي التهمة التي موجهة أو وجهت له لكي يقبع في هذه السجون سنوات طويلة بلا محاكمة. مشاهدينا الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. قبل الختام نذكر أن قناة الرافدين الفضائية انتقلت للعمل بنظام بث جديد هو نظام HD اعتبارا من تاريخ 1/2/2022، ولمن يواجه مشكلة في مشاهدة الصورة بالشاشة بصورة كاملة يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة ثانية على نفس التردد الظاهر أمام حضراتكم 1/0/7/7 أفقي على مدار القمر نايلسات، وسيتوقف البث بنظام SD اعتبارا من تاريخ 28/2/2022، لذا اقتضى التنويه. وبهذا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.